هذه القرية تأسست 1900 و 2016. هي منفسة هي منفسة مش عمومية أصلا في الدولة لبلدية مالين، وعبارة عن سوق كانت عادلتها منظمة إسبانية لصالح بلدية مالين 1998 يقل من 98 ما كانت مساخدمت لأن عادت 2013 وعد القانون المشيء للمنطقة الحرة، وذين عادت 2016 اتصلنا بسلطة منطقة مهيب والحرة مشكورة على الدعم السخي لأننا ندور هذه القرية باسم الصناعة التقليدية، نعتبرها قرية للصناعة التقليدية خاصة بالصناعة التقليدية، ولبات الطالب جزاها أخرى من 2016 ومن 2016 وحنا فيها حتى اليوم. تأسست على أنها تعود مجمع صناعي خاص بالصناعة التقليدية، هي كلا اللي عادوا فيهم السياح والله عادت فيهم منتج حد يدور تحفة بالصناعة التقليدية، يعود والله عاد فيهم حد عنده عطاء فنية تعلقه بالصناعة التقليدية، يعود عندهم يعود فيهم مجمع صناعي. دور القرية في التنمية الاقتصادية دور لا حصر له فيها، اللي اليوم فيها جميع منتجات الصناعة التقليدية والحرف. الصناعة التقليدية كانت خارج لها بمفهوم التقليدي قال لها شغلة معلمين، واليوم عاد بمفهوم أخر جديد هو معادلة مدونة شاملة للصناعة التقليدية، وعلى ذاك الأساس دفع المشرع بها مادة 5 من المدونة بتعريفه للصانع التقليدي لأنه هو كل عامل مستقل يمتلك كفاءة مهنية معينة ويعود يمارس بصفة رئيسية نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لغرض الاكتساب، وذاك هو اللي يحدد هذو فيها تتنافس فيها هذه الفئات. مثلا أولا القانون الجديد كسر ذيك الفوارق الاجتماعية عند الصناعة التقليدية فيها القطاع غير المصنف، دخلها القطاع غير المصنف مفهوم للقانون وعاد تجزأ أساسا لهذه الفئات. الصناعة التقليدية التراثية بمفهومها التقليدي اللي هي شغلة معلمي، والصناعة التقليدية الحربية اللي هي الحرب العصرية فنونها كاملة ميكانيسية إلكتريسية بلومبية ميشيلين كامل صناعة، والصناعة التقليدية مولي النسوية اللي هي النشاطات النسوية. دورها في التسويق بالمنتجات والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية، فكنا شاركنا في عدة معارض وطنية ودولية. الدولية كان آخرها معرض إيطاليا 2019، وعقب ذاك ملي شاركنا بعدة معارض المغرب الحكايات ملي وسوقت فيه الصناعة التقليدية بمختلف مكوناتها، وعقب ذاك ملي معرض آخر في تيزينيت في المغرب ملي علاش بلاك خرجنا، وعد تلقينا عدة مشاركات يقلنا ما صبرنا نقول مشاركة فيها.